ابعد عن وشي دلوقتي يا عزت. نهى، أنا عارف إنك بتحبيني. يمكن تصرفاتك قدام الناس بتقول عكس كده. طريقتك غير اللي في قلبك. بس ده للناس التانية. أنا لأ. أنا بفهمك من عينك. أنا عارف اللي جوه قلبك. قلبك اللي ما حبش غير عزت. لأنك عارفة كويس أوي إني بحبك وعايز مصلحتك. مصلحتي؟ رايح تتجوزها عليا من سنة وتقولي مصلحتي؟ نايت حامل. وأول ما تولد البيبي هيتكتب باسمك. يكبر عارف إن أنت أمه. ويبقى سند ليكي لو جرالي حاجة. حامل؟ طيب وأنا أضمن منين بقى إن ده اللي هيحصل؟ هانت. كلها كام شهر والبيبي في حضنك. ولما تهدي العيل في حضنك هتعرفي إن أنا مش عايز غير سعادتك ومصلحتك. طيب لو عرفت ان انت بتكذب عليا يا عزة هعمل فيك ايه؟ هبقى تحت امرك. طيب انت هتقول لها ايه؟ في دي انا محتاج مساعدتك. ازاي؟ لازم تقتنع ان انت وافقتي ان هي تفضل عزمتي لحد ما تولد. لو حصل باي حاجه كل اللي انا بخطط له يبوظ.